رجعنا لكم من تاني وبنتكلم بالتأكيد في فقرة السبورة مع زميلنا العزيز كريم سعيد في برنامج في كتفك يا أهلي من خلال صفحة موقع يلا كورة وصفحة جي ال سي سبورتس وبالتأكيد مع شركة الدهانات الأولى في مصر جي ال سي. كريم برحب بيك وفي فقرة السبورة والتحركات والتكتيك لكولر من خلال تشكيل الأهلي والتبديلات اللي تمت على مدار المباراة. طبعا نتكلم سريعا على بعض الملامح الفنية لمباراة البنك الأهلي ولا شايفها الملامح إيجابية يعني واحدة من الأمور الإيجابية في مباراة البنك الأهلي زي ما قلت يا محمد معاك مروان عطية. طبعا النهاردة كولر بيعود لطريقة 4-3-3 اللي كان لعبها في مباراة سموحة، وواضح ان هو بدأ يبقى عنده يقين قدام الفرق اللي هتنزل احتمالية انها تعمل قدامي زون ديفنس، انا هلعب لهم بتاع في خط الوسط وهستغنى عن مركز البلاي ميكر. طيب مروان عطية في وجهة نظري بأدائه النهاردة والورك ريت العالي جدا جدا اللي عمله ادى كولر الحل المثالي للطريقة دي. مروان عطية فعلا انا اول مرة اشوف لاعب رقم 8 بيعوض عمرو السولية بشكل كويس، متحرك الولد من فعلا الكورة مش في رجله، بيتحرك على طول شايف مين من زمايله بيضغط وهو بيحلق وراه بحيث اول ما اذا في احتمالية ان اللاعب المنافس عدى يبقى هو واقف كحائط صد تاني. تكملته في الجزء الهجومي شفناها في الهدف كانت مميزة جدا جدا جدا، وده الدور اللي شفناه من حمدي فتحي في مباراة نادي الزمالك. دايما كولر واضح جدا انه بيعتمد ان لعيبة خط الوسط تكمل مع راس الحربة عشان يعملوا مساندة. تحرك مروان عطية للنظهر لما احمد عبد القادر قدر يتخلص بالكرة في الجبهة اليسرى وان هو تتلعب له على مشارف منطقة الجزاء، اعتقد كانت سهل جدا 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 هو يعني يكتب اسمه في سجل الهدافين النهارده وسجل اول هدف رسمي له مع النادي الاهلي. كان حظه كان سيء ان ابو جبل صدها وراحت لمحمد شريف، كان يعني حظه افضل شويه. كمان في كوره تانية يا محمد يوريك قد ايه مروان عطيه ذكي في تحركاته. في كوره كانت من الجبهه اليمنى والنادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي عملوا زياده عاديه داخل منطقه الجزاء، مروان عطيه عمل ايه؟ مروان عطيه وقف على مشارف المنطقه وما دخلش. ليه؟ عشان يستنى الكره الثانيه، فعلا الكره الثانيه جات له وسد التسديده بس كانت خارج المنطقه. هنا بيوضح لك ان اللاعب عنده متغيرات، ما بيلعبش على سيستم واحد، ده يبين لك ان هو كان مرتاح. اللعيب اللي بيلعب على حاجه واحده ده بقى الان فعايز يبقى يعمل كل حاجه وهو واثق ان هو مش هيغلط، هو مش عايز يغلط، هو مش عايز يبدع، هو مش عارف يبدع لكن مش عايز يغلط. لكن مروان عطية الدنيا سهله، انا عارف انا بعمل ايه، تحركاته ودايما تلاقيه ظاهر، دايما تلاقي اللاعب اللي بيتحرك كتير بيظهر قدام في الكادر بقى شايفه. في لعيب كده بيغيب، لو غاب 3-4 دقايق تبدا تقول ايه هو فين، هو احنا مش شايفينه، الكره بتروح له. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما بيجريش كتير في الملعب. فانا بشوف مروان عطيه النهارده قدم مباراه جيده وكان من احد يعني نجوم النادي الاهلي. اللاعب التاني عايز اتكلم عليه لعيب جوكر برضه، طبعا لعيب جوكر وبرضه صفقه جديده للنادي الاهلي وهو خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح طبعا شفناه في مباراه نادي الزمالك كان بيلعب مساك، النهارده بعد بدايه المباراه رجع ليه مركزه الاساسي كباك يمين وفي الشوط الثاني تحول ليه يبقى باك شمال. انا عايز بس اقول للجمهور والناس اللي بتحب يعني تتكلم في التاكتكس والكوره، تنوع اللاعب انه يلعب في مراكز كتيره، انت ساعات بتحس ان هو ايه هيغلط، لا هو بيبقى اوريدي المدرب عارف ان هو يقدر يعمل كده، هو ما بيفاجئش اللعيب. يعني مثلا كولر مش هيجي وقت الماتش يلا يا خالد يطلع راس حربه، ده مش هيحصل. لا هو بيبقى عارف اللاعب وعارف مواصفاته وبيبدا هو يعني يتحرك في الحاجات دي بحيث ان هو بيبقى عايز حلول ان هو يلاقي ادوات يقدر يستخدمها في المباريات المختلفه. محمد واللاعب دايما الجوكر لاعب محبوب لدى المدير الفني، العبه هنا العبه هنا، ده لازم اجربه. يعني ما ينفعش مثلا وانا احتجت خالد فتاح ان هو يعمل الكلام ده في مباراه ثانيه وانا مجبر، لا وهو مجربها افضل، فدي بتضيف للسي في بتاع اللاعب. وكمان بتبقى عند مدير فني انا اللاعب ده مأمني في القائمة، حتى لو عندي نقص في الجبهة الشمال معايا خالد ممكن يأدي فيها، لو عندي نقص في المساك معايا خالد ممكن يأدي فيها. فالحاجات دي بشوفها ان هي ايجابية جدا، وبشوف يعني تجربة البنك الاهلي والفوز كمان هو افضل يعني شيء ان الاهلي يختم بيه الملف المحلي زي ما قلنا عشان ننتقل ان شاء الله دي ملف المونديال. اذا افضل حاجه النهارده في التكتيك العصبوره تحركات مروان عطيه واداء خالد عبد الفتاح حتى كمان لما انتقل
للجبهة اليسرى. وبالظبط. وخالد كمان خالد بك خد افضل لاعب في المباراة، يعني خالد فتح النهاردة خد مان اوف ذا ماتش من الرابطة، واعتقد هو بيأدي يعني المباراة على التوالي والناس كلها مبسوطة منه، وشيء جيد انت بداية مشوارك مع النادي الجديد يبقى الشكل ايجابي عند الجمهور. باقي التغييرات الفكره انك بتحطهم بس في الملعب عشان يبقوا كلهم جاهزين على مباراه كاس العالم. اكيد. وصدقني صعب جدا ان احنا نقعد نحلل مباراه البنك الاهلي كانها مباراه مصر، لا خالص، لان في حاجات كتيره يعني محيطه المباراه. قبلها انتصار كبير في الديربي على نادي الزمالك، ما زال في الاذهان وخفف شويه من اداء اللاعبين، وكمان اكيد كل اذهانهم دلوقتي في المونديال، احنا رايحين نلعب والعالم كله هيتفرج علينا، ف التارجت في ماتش البنك الاهلي اتحقق. نبص بقى لقدام ان شاء الله. ان شاء الله كريم انا بشكرك، ميرسي جدا، كل التوفيق ليك وللاهلي ان شاء الله باذن الله، وفي كتفك يا اهلي، ومستمرين مع الفريق ان شاء الله، واكيد هيكون في تغطيه قبل كاس العالم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.